في العهد القديم نقرأ عن قصة أبي جايل. كانت امرأة متزوجة إنسان اسمه نابال، وكلمة نابال معناها أحمق، معرفش سموه ليه كده. وبعدين داود النبي كان هربان، فبعت لنابال في وقت كده احتفالي، قال له أنا وياه 600 واحد هربانين، ادينا شوية من الخير اللي عندك والمؤن عشان الرجال اللي وياي. فراح نابال شتمهم وطردهم وعنفهم، ما عطاهمش حاجة. فدول كانوا رسل داود. رجه داود ورجالته ناويين يموتوا نابال وكل عيلته. مين عرف؟ أبي جايل زوجة نابال الإنسانة الحكيمة، جمعت خير ومواد تموينية وحملتها وخرجت مع غلمان تقابل داود القادم الذي يريد الانتقام ويريد الدماء. وأبي جايل تقول كلام لطيف جدا، لدرجة أن داود يقول لها في النهاية مبارك هو عقلك، تفكيرك، أسلوبك. نابال جوزها مجرد أنه سمع بقدوم داود ورجالته عشان يموتوه، يقول لنا الكتاب أنه بعد 10 أيام مات. يقول لنا الكتاب إيه؟ جمد قلبه في صدره، بعد عنكم كانت له أزمة قلبية ومات. حكمة التصرف. في قصص الرهبنة كان في واحد من النساك في مغارته بيجوا الناس يزوروه، فلما يجوا يزوروه في المغارة يجيبوا له هدية، يقول لهم لا 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 أنا ناسك، خدش هدايا، ما خدش هدايا. يفضلوا يعزموا عليه يرفض، يمشوا الناس زعلانين كويس. يجي له زوار تانيين وهم ماشيين يقولوا لأبونا عايزين بركة، يقول لهم ما حلتيش حاجة، فيمشوا زعلانين. فوقف قدام ربنا قال له يا رب اللي بيجوا زوروني إن جابوا حاجة بيروحوا زعلانين، وإن ما جابوش حاجة بيروحوا زعلانين، أعمل إيه؟ قال له حاجة بسيطة خالص، اللي يجي يقدم لك حاجة حطها هنا، واللي يجي عايز حاجة أقول له خد من هنا، خلصت الحكاية. تصرف بسيط خالص. ولذلك يا إخوتي الأحباء البساطة أحد أساسيات الحكمة.